السلام عليكم. عشو حجي من وين انتم نازحين؟ احنا من خان شيخون. من يوم خاف يا اخون والله العظيم لك طفنا وصلي مصيبة لا حد والله طفني وشلون والله ما خليت بدار بلا ما جبت رمي والله العظيم يعني ما عسى جميت وعملنا اشياء ما بقدر رحمة الله يبارك الله يوفقك والله العظيم ما عندنا شيء وحاطين نصر نطلع بالليل نسكت ما بحطه بني دفينه. وين هاي خيمتكم حجي؟ هاي هاي وهاي هاي سنينة دخلت المي لجوا اللي بتفتحها جوا تروح والله ما تقدر تروح حج على البيت. الله يوفقك لا تنسانا ترى الله ما ينساك. ها والله اللي يساعد العالم غير الله يساعده. وين خالتي فوت؟ هاي خايف خيم هاي خيم فوت تفضل فوت في اذا دخول الامطار الى داخل الخيام هنا في مخيم الكورنيش في مدينه معرف مصر. والله هذا مصر احنا ضحته لا والله عبد شمال ادلب لا هذا الزمان ننقل من هالبنايات ونحط. الله يوفقك والله يجيبينك مكتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم. والله مو هالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الانسان يبين من وجهه انساني. خالتي كيف هيك عم تدخل المي لعندكم؟ يعني ما قدرتوا تغيروا المكان؟ وين نغيره؟ وين يعني كل ما بيصير مطار عم وين عم ننضح بالطوس ممكن ننضح بالطوس والله العظيم صلي مصلي هلا عم ما صار لكم مكان؟ لا والله ما صار لنا شيء والله غير كان وين ضلوا بهالمكان هون وكل ما يصير مطر بدكم تغرقوا نفس الامر. ايش بدنا نسوي؟ بوجود الله بوجود رب العالمين هذا قاعد ينزلها علينا. والله يا عمي على العمر 74 سنة والعيلة 12 نفس وما عندي غير رحمة الله. رحمة الله ما عندي غيرها. يجي طوف الساعة والله الطوف يجي من الله. أهلا بهالسلام والراعية. شو هيك صاير عندكم يا خالتي؟ هذا أمر الله ما هو أمرنا. وسعود الله وسعودكم. ما يرحمنا غير رب العالمين. دحج على هالجوية طال عندي ولسه طلعي له صغير جاي هذول توم وغير رحمة الله وتعالى حتى نريد نجيب لهم دمعة حليب ما عاد نقدر. هاي المطر شايف كل ما بيصير مطر عم يجي على خيمكم يعني ليه؟ طيب غيروا مكانكم يا وين بدي نروح يا استاذ؟ وين بدي نروح؟ قل لي وين بدي نروح؟ المعينة من الله ومنكم هذا طيب نقدر عليه. طيب ما لقيته ما حد لقى لكم ارض تطلع عليها ما يكون؟ والله ما لقينا والله لو لاقين وين ما كان طفشنا هين هالموحات هذه كل النهار فوقانا والله الليل كله قاعدين وننضح ميه ننضح ولي بس تبعدوا عني اي شبكم. هاي الخيام هون كلها عم تغرق هون يعني مخيمكم؟ هذه من هين لهين كلها تقرعوا وهذاك وهذاك كل الليل ينضح ماي. اها ضحك شوف تعينه. ايش عم بيصير عندكم؟ طايف وكل خلف يسكر. انا ما بقدر اقطع ما بقدر اقطع لعندك. والله ما تقدر والله لا تقدر لك شبك ما تقدر. والمعينه هشوفه تجي تركشت وين ولا تخافوا احنا هاي ده ما نقدر نمرغله هنا ده جنب كانوا قاعد طفنا طفنا ستينا القش برا وما ضل عندنا شيء ولا عندنا حطب نعلج ولا عندنا شياتين ولا شيء قش كله مسدود حجوين القاده اللي نيك الله وجاد عند الاجيره الله وكيله هون شايف اغلب الخيم طايفه يعني غرقاني بالمي وما عنده مطرح نطلع طيب يا خالتي الحل يعني الحل على الموضوع كل ما بصير مطر نفس الامر عم تغرقه عم تغرق الخيام ما عندنا مطرح ليش ما عندنا مطرح نبرك يعني ما عندنا مطرح ليش اللي قاعدين هون بهالطوفه لا عندنا مطرح نطلع لفوق ولا شياتين هون دورنا ما لقينا مطرح دورنا دار ما لقينا وهذا هي عم نحاول نسحبها جبنا الله وكيلك على حسابنا قاعد نسحب الميه